أحسن الله إليكم. أبو محمد الشيخ سأل عن شارب الخمر، قال من شرب الخمر في الدنيا وتاب هل يحرم من شربها في الآخرة؟ لا يحرم. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها في الآخرة، وهذا قيد. وفإذا تاب تاب الله عليه. والتوبة يا إخواني، التوبة تهدم ما كان قبلها، يعني مهما عظم هذا البنيان من الخطايا والآثام إذا تاب العبد صادقا إلى الله تعالى انهدم هذا البنيان وكأن لم يكن. وهذا من بر رب العالمين يا عبادي. لو أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح، لو أن أحدكم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالعبد يقدم على الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صغيرها كبيرها دقيقها جليلها ظاهرها باطنها. فينبغي أن نبادر وأن نبتهل هذه الفرصة، نهتبل هذه الفرصة ونغتنمها للتخفف من السيئة.